لأني عرفت أن الناس كالكتب، فلم أعد أغتر بالعناوين قبل أن أقلب الصفحات، ولم أعد أعقد آمالا على أحد، فأنا صديق نفسي وعكازه. السلام عليكم أخوتي الموالي في كل مكان، كيف الحال والأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير، طويرات بخير، نتمنى موسم إنتاج إن شاء الله وفير علينا وجميع المسلمين أجمعين. كما وعدتكم عن طلب بعض الإخوان، الوصفة الطبيعية لإكليل الجبل والثوم والزعتر، العلاج كتعالج بزاف ديال الأمراض، جهاز هضمي، وفي نفس الوقت الحماية. كما كنعرفوا الفوائد الكثيرة اللي عند المكونات كاملين، إكليل الجبل كما كنعرفوا غني بمادة الكولين، كيعتبر هو من الأعشاب الشفائية اللي رزقنا بها الله. عندنا مادة الزعتر الطبيعي الجبلي الطبيعي البلدي كيفما كنقولو هنا في المغرب. عندنا إكليل الجبل كنقطعو ريقات بحال هكدا بهذا الشكل، ثم في صوص ديال الثوم كاملين كنعرفو فوائد الثوم. وعندنا الجزر مقطع بحال هكا، حتى هو غني على التعريف. ان شاء الله مره اخرى نديرهم كل ماده على حده ونشرحوها مزيان ونهضروا فيها. وعندنا خل التفاح الطبيعي، المهم كيف ما كان قلت هاد الخلطه هذه مزيان لعلاج الامعاء، خصوصا مرض العرق الازرق وجهاز الهضمي عامه كتخدم لهم مزيان. نجيو للطريقة ديال التحضير ديالها. كيف ما كتشوفوا كناخذوا اوراق الزعتر، من بعد ما كننظفوهم مزيان بالماء ونشفوهم كنزيدوا عليهم اوراق إكليل الجبل، وما يعرف عندنا مصطلح عليه في المغرب اللي يزير البلدي. كناخذوا بصوص الثوم على حساب القدر اللي بغيتي، ما بين 4 5 6 ما كاينش مشكل، كيف ما كنعرفوا راه مضاد حيوي. وكناخذوا زر الجزر استسمح الجزر مقطع، كنخلطوا هاد المكونات كاملين كنديرهم تقريبا ما بين نص ايطر ونص حتى لجوج ايطر ديال الماء، كنشعلوا عليهم كنحطوهم على حراره مهيله لمده 20 دقيقه حتى كينسجم كينسجم الخليط مزيان، نخليوه حتى يبرد وكنصفيو وناخذو على الماء ديالو. بعد ما كناخذو الماء ديالو كنقسموه، كنديرو كل لتر على حده، بعد ما كنقسموه كل لتر على حده كناخذو خل التفاح طبيعي. انا كنستعمل هذا كنصايبو في الدار حتى شي فيديو ان شاء الله ونحط لكم الطريقه ديال كيفاش كنصايبو. من بعد ما كناخذو كل لتر من المحلول اللي منتج لينا على هذا الخليط كنزيدو فيه 15 مللتر ديال خل التفاح، وكنخلطو مزيان ونعطشو الطويرات ونعطيو ليهم مدة 24 ساعة ونبدلو ليهم المشربية. أو كيف ما كتشوفوا الخلطة سهلة وطبيعية 100%، والنتيجة مضمونة وفعالة. نستعملوها ماشي بالضروره يكون الطويرات مريضين، كنستعملوها في هذا الوقت هذا سيتو في هذا الحال البارد، هذا وقت الشتاء والبرد، كنستعملوها كوقايه بروتيكتور. من بعد ما وجد لينا المنتوج ديالنا كنصفيه ونحطوه يبرد، وكنزيد عليه مقدار ديال 15 مليلتر في كل لتر ديال الخل التفاح في كل لتر ديال الماء، ونقدمه للطيور. من بعد ما كنحضروا المنتوج وكنصفيه كيف ما قلنا، كناخذوه في المشربيه كنقدمه للطيور ديالنا. ما كيف ما قلت من بعد التعطيش ديالهم ما بين 3 د السوايع حتى 4 كيف ما كنعرفوا الحال ديالهم كيستهلكوش الطويرات سميتو، ونطلبوا من الله الشفاء ونتمنى نكونوا فدناكم ولو جزء قليل،
وما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كيشجعونا ويخلونا نستمروا. وبالنسبه للوصفه من بعد ما كنصفيو داك الناتج داك الخليط اللي خلطنا في الاول كنصفيو الماء كيبقى لينا دوك المواد الاخرين. المواد الاخرين نقدروا نستعملوهم اللي كيستعمل الباتي نقدروا نخلطوهم مزيان مع الباتي ونعطيهم طويره حتى هما مفيدين ونستافدوا جوج المرات نستافدوا من السائل اللي كنوجدوا للحمايه كشرب وكنو الخليط اللي بقى كنستعملوه مع الباتي تاهو تيفيدو مزيان. وشكرا على المتابعه ونتمنى من الاخوان يعجبكم الفيديو اللي وخليو لنا تعليقات انتقادات ولا شي حاجه باش نطوروا راسنا الا كان شي اخطاء ماشي هذيك ولا شي حاجه. واللي بغى يعرف اكثر على شي حاجه يخلي لنا في التعليق وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم. تحياتي.